أخدك على مجلسنا التشريعي الموقر مجلس النواب، واللي وافق النهاردة الحقيقة على مجموعة مهمة جدا من القوانين، طبعا من ضمنها قانون العمد والمشايخ، بس كمان فيها القوانين بتاعة الرواتب. خلوني أخد مع حضراتكم صديقي العزيز وزميلي العزيز أيضا النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا 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 بك يا محمد. مساء الخير يا يوسف، كل سنة وانت طيب، وكل سنة والشعب المصري كله بخير. رمضان كريم علينا وعيد تحرير طابة، ويا رب دايما حياتنا كلها أعياد. اللهم أمين. النهاردة في مجموعة مهمة جدا من القوانين تم التطرق إليها والموافقة عليها من خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، وزي ما كنت بقول جزء منها متعلق بالعمد والمشايخ وجزء آخر متعلق بزيادة المرتبات وهلم جرة. عايز تبدأ بإيه الأول؟ يعني نبدأ الأول بالحديث سريعا عن قانون العمد والمشايخ. حضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين أنه نظام العمد نظام قائم في مصر منذ مئات السنين، منذ القرن 19 تقريبا، والقانون المنظم لعملهم كان في بعض المشكلات المتعلقة بانعقاد لجنة العمد والمشايخ، ودي اللجنة اللي بتنظر في الجزاءات التأديبية لو أحد العمد ارتكب مخالفات. التعديل وضع مرونة لسهولة انعقاد هذه اللجنة، وأيضا درج الجزاءات التأديبية إذا كان هناك في مخالفات يمكن أنه يكون الجزاء متوافق مع المخالفة. ده المجلس النواب وافق على هذا التعديل النهاردة، وهو تعديل هام جدا لأنه نظام العمد في القرى وفي الريف، أهلنا في القرى وفي الريف عارفين أهمية وجود هذا النظام، لأنه حلقة الوصل بين الدولة المركزية وبين أهلنا المواطنين في كل مكان، خاصة في المحافظات الحدودية أو المحافظات ذات الطبيعة القبلية زي ما أنت عارف. طبعا القانون الثاني هو قانون هام جدا، ويعني بشرة خير للسادة المواطنين، وهو طبقا للإعلان الذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لهذه العلاوات وهذه الزيادات، زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وزيادة رواتب العاملين في الدولة سواء المخاطبين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين والعاملين في القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتم الموافقة على هذا القانون النهاردة. زي ما حضرتك عارف أنه في أزمة اقتصادية والمواطنين بيعانوا جراء ارتفاع الأسعار، وده طبعا مفهوم لأنه هذه الأزمة يعني موجودة في العالم أجمع نتيجة للظروف الاقتصادية اللي العالم بيمر بيها، لكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى دائما أن المواطن اهتمامه الأول، هو منحاز دائما للعدالة الاجتماعية ومنحاز للمواطن. كانت هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية ضرورية جدا للمواطن في هذه المرحلة. مجلس النواب وافق النهاردة على هذا المشروع بكل تأكيد، وانت عارف يعني احنا في مجلس النواب ممكن نختلف مع الحكومة ونتخانق معاها لما تكون هتفرض ضريبة ولا هتفرض رسم، انما يعني قانون فيه زيادة للرواتب طبعا. بالتأكيد مجلس النواب يعني منحاز للمواطنين ومنحاز لأهلنا في كل مكان. هذه الزيادة تم الموافقة عليها النهاردة، وان شاء الله تدخل حيز التنفيذ في وفقا للرواتب شهر ابريل بإذن الله. بإذن الله. انا لاحظت كمان واكيد خدت بالك انه النهاردة الرئيس وجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي 6000 زيادة عن 6000 اللي كان الرئيس اتكلم عليهم في كلمته على زيادة الحدود الدنيا للرواتب والمعاشات والزيادات اللي كانت أقرها الرئيس، حتى بخصوص كمان معاش تكافل وكرامة. فالنهاردة الرئيس وجه بزيادة الإعفاء الضريبي أنه بدل ما كان 24 وهيصل ل 30 قال لا يوصل ل 36. حقيقي السيد الرئيس وجه النهاردة الحكومة بأنها تتقدم بزيادة الإعفاء الضريبي يصل إلى 36000، وإحنا يعني من جانبنا بنرى هذه الخطوة مزيد من يعني الانحياز للمواطن. صحيح. لأنه المواطن اللي يعني دخله في هذه المرحلة نتيجة للظروف الاقتصادية أصبح هناك انخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، فهناك إدراك من الرئيس أنه أنك بتعفي من الضرائب لحد أكبر من ما كان موجود قبل كده، حد الإعفاء الضريبي يعني ل 36000، ده بالتأكيد أمر إيجابي جدا. لكن مهم جدا أن احنا نلفت نظر الحكومة ونقول الكلام ده بشكل واضح، أنه لابد من حماية المنافسة وحماية يعني والعمل على القضاء على الممارسات الاحتكارية حتى لا يستفيد يعني بعض المحتكرين من هذه الزيادات،
لانه مش بس ليس كافي انك تزود المرتبات وفي نفس الوقت تترك الاسواق دون رقابه واضحه. يمكن ده الدور اللي مجلس النواب هيقوم بيه بالتعاون مع الحكومه في اهميه ضبط الاسواق وحمايه المنافسه ومنع الاحتكار. احنا عايزين القطاع الخاص يشتغل وعايزين الاستثمار ينجح، لكن في نفس الوقت المنافسه بالتاكيد بتكون في صالح المواطن دائما. كمان احنا شايفين مزيد من المعارض اللي الدوله اتخذتها من اجل توفير السلع الاساسيه قبل شهر رمضان للمواطنين باسعار مخفضه، بالتاكيد ده بيساهم في ضبط السوق، لانه اللي هيحاول يغالي في الاسعار هيلاقي المعرض زي اهل رمضان وغيره المواطن اولا، ومعارض امان وغيرها كلها معارض الدوله بشكل او باخر او جهات في الدوله وفرتها باسعار مخفضه. بالتاكيد كلما تنتشر هذه المعارض وكلما تتوافر فيها السلع بشكل كبير ده هيساهم في انه المنافسه تؤدي الى ان السعر ينضبط. بالتاكيد هذه الزياده مهمه، ايضا زياده الاعفاء الضريبي مهم، دي حزمه في صالح العداله الاجتماعيه في صالح المواطن. كمان على الحكومه واجب في هذه اللحظه انها تعمل على ضبط الاسواق حتى لا يعني يحاول يستغل البعض هذه الزياده في انه يلتهمها، وكمان مجلس النواب بالتاكيد هيراقب الحكومه في هذا السياق. بنقول انه المواطن المصري وقف، الشعب المصري وقف مع الدوله المصريه في حربها ضد الارهاب، وقف مع الدوله المصريه ولم يلتفت الى كل الاصوات التي كانت تريد هدم الدوله منذ 30 يونيو وحتى الان. الحمد لله الشعب المصري متوحد مع قيادته، متوحد مع دولته في مواجهه كل الاخطار والتحديات اللي مرينا بيها على مدار السنوات الماضيه. ايضا على الحكومه في هذه اللحظه انها تعمل بكل جد من اجل ان احنا نصل لافضل نتائج من الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها، واحنا كلنا ثقه انه الشعب المصري لا يستطيع احد ان يهزمه، وكلما كنا صفا واحدا وزودنا انتاجنا واشتغلنا باكبر طاقه ممكنه بالتاكيد ده هيكون في صالحنا جميعا وصالح مصر الدوله العظيمه اللي احنا زي ما بقول بنحتفل النهارده باحد اهم اعيادها وتضحياتها بعوده طابه ورفع العلم المصري عليها. وبالتاكيد لما بنسترجع هذه الذاكره بنعرف قد ايه الشعب المصري على مدار تاريخه طول عمره بيدفع يعني تضحيات وبيقف صفا واحدا مع دولته في مواجهه كل الاخطار والتحديات. عندك حق 100% كما جرت العاده بصراحه يا محمد. الف شكر ليك، كل الشكر لسياده النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.